هلو هلو، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على نقطة حرف السي اللي بيبقى في اغلب الكلمات او معظمها بيتنطق زي حرف الكي. ك ك ك كي. طيب تعالوا كده نشوف امثله على الكلمات اللي هو بيتنطق فيها زي اغلب الحالات اللي هي بيتنطق فيها زي الكي. كامو كامو، كوت كوت، كاميرا كاميرا، بلاستيك بلاستيك، ميوزك ميوزك. طيب هو امتى بقى بيتنطق زي حرف اس؟ ده الساوند بتاعه لما بيجي بعد بي او اي او واي. تعالوا نشوف اول مثال كده، لما بيجي بعد حرف الاي يبقى بنطقه ازاي؟ ريس ريس، فيس فيس، سبيس سبيس. طيب لو بعد اي، بنسل بنسل، سيتادل سيتادل، سيتي سيتي. لو بعد واي، بايسكل بايسكل بايسكل، سايكلست سايكلست سايكلست. الكلمة دي فيها تو سي، ذا فيرست ليتر الحرف الأولاني فول باي واي، بعد واي في منطقته لايك ساوند اس سايكلست. إنما ذا سكند سي فولد باي ال، مفيش بعد ولا اي ولا اي ولا واي، فبالتالي نطقه لايك سامن كي ك سايكلس. يبقى تاني حرف السي اغلب الاحيان بينطق زي حرف الكي، لكن لو جه بعدي اي او واي ينطق زي حرف الاس. وعايز اوضح برضه معلومه ثانيه، ان هنا عندي شورت اي ولونج اي. الفرق ما بين الشورت اي واللونج اي ان انا عندي هنا شورت اي لما بيجي حرف الاي ومفيش في اخر الكلمه خالص حرف الاي منطقه شورت، لايك كا كامو كا كاميرا كا هنا بوت ا. طب وهنا لما حرف الاي جه حرف الاي سوري جه في اخر الكلمه حرف الاي فانا منطقه الاي لونج اي، لايك ريس نوت راب، ريس فيس سبيس.